يعني أستأذن حضرتك ونستمع إلى مخرجنا الكبير الأستاذ مجدي أبو عميرة في اتصال هاتفي معنا دلوقتي. أستاذ مجدي، تحياتي لحضرتك في البداية وألف مبروك للعمل الجديد. أهلا بيك، إزاي حضرتك؟ يا رب تكون بخير. ومحتاجة يعني أسمع من حضرتك الخطوة دي مهمة إزاي، وإزاي فعلا نقدر إن إحنا يعني نرجع تاني الدراما التلفزيونية المصرية اللي كان ليها هوية خاصة بتميزها على أي شاشة عربية تاني. أولا تحياتي ليك وتحياتي إلى المتصل الأستاذ مصطفى عمار. أهلا وسهلا أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا أستاذ مجدي. طبعا هي أنا طبعا بشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس مجلس إدارتها الأستاذ تامر مرسي، لأنه أنا طبعا اشتغلت مع الأستاذ تامر مسلسلات كثيرة اجتماعية ومخابراتية، لكن سعيد بالتعاون مع الشركة السنة دي في محاولة جادة لضبط السوق، سوق الإنتاج، وإنتاج مسلسلات تليق بالأسرة المصرية والتقاليد والعادات اللي احنا كلنا بنحرص على، لأن التلفزيون غير السينما. التلفزيون بيقتحم البيوت عكس السينما، انت حضرتك بتروحي بمحضراتك تقطعي تذكرة. يا رب تكون دي خطوة جميلة، لأن احنا في النهاية بنسعى إلى إرضاء المشاهد الكريم. طيب، فكرة كمان إن احنا بنتكلم أو بنركز على ما يليق بالأسرة المصرية والعربية، فكرة كمان السكريبت يعني يا أستاذ مجدي، يعني المحتوى نفسه، حضرتك ليك طبعا الرؤية الفنية والإخراجية، ولكن برضو المحتوى الدرامي نفسه، النص نفسه، أخباره إيه؟ أولا أنا عايز أقول في البدء كانت الكلمة. وأنا شايف في الفترة الأخيرة أن فيه اهتمام بالمحتوى الدرامي من خلال لجان وحد بيقرأ وبيراجع، ودي حاجة جميلة جدا جدا. بحيث بقى التقاليد، زي ما المشرف على المحتوى الإعلامي بيحرص على هذه التقاليد، أنا كمان بقول أن المبدع اللي هو المخرج بغض النظر عن الرقابة لابد أن يكون رقيبا صحيح، وضميره يحط ضميره كده، ولا يسمح بمشهد خادش، ولا يسمع بلفظ جارح، لأن احنا في النهاية ضيوف على المشاهد. طيب طبعا حضرتك يعني احنا يعني انت حضرتك ليك باع برضو في تناول وإخراج الأعمال الخاصة بالفولكلور أو المجتمع الصعيدي والدراما الصعيدية طبعا. يعني الضوء الشارد مثلا، يعني على سبيل المثال طبعا، وذئاب الجبل، يعني حضرتك ليك باع كويس قوي وكبير وعظيم في الدراما الصعيدية اللي كانت فعلا مؤثرة جدا في أي جيل وأي حد بيشوف الأعمال العظيمة دي. أخبارها إيه برضو في الوقت ده؟ هو يحسب ليا للأستاذ صفاء عامر الكاتب الكبير، لازم أذكر في طبعا لما حضرتك ذكرت سعيد، أنه بمسلسلاته أعاد للشخصية الصعيدية هيبتها بعد أن كانت للأسف الشديد مسار للسخرية في الأفلام صحيح. السينمائية، فشفنا شخصية زي رفيع بيه العزيز بما يتمتع من فروسية ونبل، دي كلها أثرت وشكلت شخصية الصعيدي اللي الناس كانت بتشوفها مسار للنكت زي ما قلت لحضرتك في الأفلام السينمائية. وحتى النكات يعني ما بيننا حتى كمان كانت أيوة للأسف طبعا. يعني لكن الصعايدة جدعان طبعا، وكلهم فروسية ونبل وأخلاق شديدة الرقية. طيب حضرتك في يعني في نية في الفترة دي ان يكون في تناول طبعا للأعمال الصعيدية مرة اخرى بنفس القوة؟ انا عملت ثلاثية الجنوب بسميها، ذئاب الجبل والضوء الشارد والفرار من الحب، ثم بعد ذلك مسلسل القاصرات للكاتبة المتميزة صلاح الحريري. انا اتمنى ان انا اعمل مسلسل صعيدي، لان انا ازعم انني بارع في اخراج هذه النوعية من الاعمال.
طيب هل في يعني قضية شغلة حضرتك يعني بتتمنى ان هي تشوفها في عمل عام؟ بشكل عام في مجتمعنا المصري؟ انا اتمنى لا انا اتمنى بعيدا عن الدراما الاجتماعية ان اخرج مسلسل يتناول عبور اكتوبر العظيم، لان العبور لحظة العبور اتعملت في 5-6 افلام سينمائية من ساعتها، والدراما التلفزيونية مقصرة فيها، والشباب الجديد لا يعلم شيء عن عبور اكتوبر العظيم. اتمنى ان اعمل مسلسل، انا عملت لقطه للعبور في المال والبنون الجزء الثاني، لكن اتمنى ان يتم تجسيد هذا الحدث العظيم الذي اعاد لمصر كرامتها في مسلسل تلفزيوني. حضرتك شايف ان في يمكن عدم وعي من الاجيال الجديده بهذه اللحظات التاريخيه العظيمه، فلازم طبعاً انها يعني يكون فيها وعي بشكل كبير جدا للاجيال الجديده كمان. مظبوط. في التاريخ المصري وما مر به من احداث زي حدث اكتوبر والعبور زي ما حضرتك اشرت. وعايز اضرب مثال بفكره مسلسل فيلم الممر. طبعا ازاي انا دخلته فعلا وشوفت الاسر المصريه كلها، اطفال وسيدات ورجاله وشباب وكبار في السن قاعدين بيتفرجوا على الفيلم. طيب لو احنا بنتكلم في القضايا الاجتماعيه، طبعا يعني استاذ مجدي انت عارف وحضرتك يعني متعايش معانا في المجتمع المصري، في شويه يعني بعض السلوكيات الدخيله على مجتمعنا وللاسف احنا بنشوفها بشكل غريب جدا وما نعرفش مصدرها منين. السلوكيات دي وفكرة النقاط الضعف اللي بقت موجودة بشكل كبير جدا في مجتمعنا المصري، حضرتك ما بتفكرش برضو ان احنا نقدر ان احنا نعالجها بشكل كبير او نتناولها دراميا تلفزيونيا؟ اتمنى بس ده يتأتى اولا لازم يكون معايا مؤلف يتبنى هذه. حلو قوي بقى حضرتك في مؤلف معين يعني تتمنى ان انت تشتغل معاه؟ لا انا كلهم حبايبي والله، بس يعني انا اتمنى يعني كل المؤلفين اصدقاء ومتميزين، ويعني بس اللي يجيب اللي يحط ايده على المشكله اقول له تعظيم سلام. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا مخرجنا الكبير أستاذ مجدي أبو عميرة، وطبعا يعني بنشكر حضرتك يعني على أن أنت سمحت لنا بوقتك، وقتك ضيق أنا عارفة وزملائي قالوا لي كده، بس أنا بحاول أن أنا أستثمر وجود حضرتك معانا في أن احنا يعني نلقي الضوء على أهم النقاط، وفعلا يعني الموضوع المهم ده اللي هو بيهم أي حد بيتفرج علينا دلوقتي مصري وكمان مواطن عربي ارتبط بهوية وشخصية الدراما المصرية خاصة عبر الشاشة الصغيرة التلفزيون.